أربع إخوات صغيرين كانوا نايمين في غرفة نومهم بالليل في منزلهم الصغير بتنسي. سمعوا بالليل صوت غريب كأن في فار بيقرقط في رجل السرير. أكبر أخين فيهم قاموا من سريرهم علشان يعرفوا مصدر الصوت ده إيه، لكن أول ما رجليهم لمست الأرض الصوت ده اختفى. قلبوا الغرفة كلها علشان يشوفوا فين الفار اللي عمل الصوت ده، ما لقوش أي أثر لأي فران في الغرفة. وفي النهاية الأخين الكبار مهتموش ورجعوا لسريره، لكن أول ما غمضوا عينيهم رجع صوت الأرقضة من تاني، لكن المرة دي رجع بشكل أكبر ومرعب أكتر، وما كانوش يعرفوا أن الأصوات دي مجرد بداية لكابوس هيعيشوا فيه لسنين. ويلا بينا نبدأ قصتنا المرعبة، وهي من أشهر قصص الرعب الحقيقية الموثقة. عاملين ايه يا جماعة؟ رب تكونوا بألف خير. سنة 1804 راجل اسمه جون بيل لقى ان مزرعته اللي في شمال كارولينا بقت صغيرة جدا على اسرته اللي عمالة تزيد في العدد، فخد زوجته اللي اسمها لوسي واطفالهم الستة وسافروا المسافة اكتر من 966 كيلومتر باتجاه الغرب لقطعة ارض مساحتها 1000 فدان على طول النهر الاحمر في شمال تينيسي. المنطقة اللي سكنوا فيها معروفة باسم مقاطعة روبرتسون، وفي الوقت ده كانت منطقة ريفية وعدد السكان فيها كان قليل جدا. اول ما وصلت عائلة جون بيل لمقاطعة روبرتسون ابتدوا يتشاركوا مع العائلات القليلة الباقية علشان يبنوا ليهم مستوطنة في المكان ده، يعني عايزين يبتدوا يبنوا ليهم مدينة من الصفر. جون بيل اتولد في مزرعة، فكان متعود من صغره على التعب والشقة وما كانش من النوع اللي بيستسلم ابدا، وهو كان شخص كريم جدا وممتاز في عمله مع اي اشخاص تانيين. لما كان في شمال كارولينا وهو وزوجته لوسي كانوا فاتحين بيتهم لكل الناس، اي حد محتاج يبات عندهم يبات، اي حد جعان يدخلوا البيت ويأكل. جون كان بيساعد جيرانه بالمال لو في حد منهم محتاج. لما نقلوا لمقاطعة روبرتسون ابتدوا يجتمعوا مع العائلات القليلة اللي هناك، وجون اتفق معاهم انه يبني ليهم مستوطنة او مدينة في المكان ده، فابتدى يزيل الاشجار الموجودة على الارض وابتدى يجمع اخشابها وبنى ليه بالاخشاب دي منزل من دورين في مكان مش بعيد عن النهر الاحمر. النهر الاحمر ده كان مكان مشهور للتنزه وصيد الاسماك لعدد قليل من الناس اللي في مقاطعه روبرتسون، فكان جون بيقابل ناس كتير من الجيران بالقرب من النهر ده، فكان يحييهم ويدعوهم لدخول بيته ويكون معاهم صداقات وهكذا. فعلشان كده ما عداش وقت كتير على جون بعد ما انتهى من بناء منزله، الا وكان هو واسرته من اشهر العائلات المعروفه في المنطقه. ولمده سنوات عائله جون عاشت في المكان ده، فكان اطفال جون الصغيرين يروحوا المدرسه، اما ابنائه الكبار كانوا بيساعدوا والدهم في بناء المنازل في المستوطنة علشان الأرض دي تتحول شوية شوية لمدينة في المستقبل. وهو وأبنائه برضو ابتدوا يبنوا القوارب الخشبية علشان ينقلوا عليها في النهر التبغ واللحوم وتساعدهم في تجارة المنتجات الزراعية بتاعتهم. جون ولوسي خلفوا 3 أولاد لما نقلوا المكان الجديد ده، أما أكبر أبناء جون فاتجوزوا وأسسوا منازل ليهم بالقرب من منزل والدهم. لكن في يوم من أيام صيف عام 1817 بعد 13 سنة من وصول عائلة جون لمقاطعة روبرتسون ابتدت تحصل الأحداث الغريبة اللي هتقلب حياتهم لكابوس. في اليوم ده جون كان ماشي في حقل ذرة بالقرب من منزله وشاف وسط الزرع كلب كبير قاعد على الارض. الكلاب في المنطقة دي كانت قليلة جدا ونادرا جدا لو شفت اي كلب فيها، لكن الكلب ده ما كانش كلب عادي، كان شكله مشوه كأنه كان عامل حادثة وعظم جسمه متكسر واتلحم بس مرجعش في مكانه. غير كده حجم الكلب ده كان كبير جدا، من اول نظرة تفتكره ذئب كبير مش كلب عادي، وكان الكلب ده موجه نظره وكل تركيزه على جون، ما كانش بيلتفت يمين او شمال. جون ما كانش من الاشخاص اللي بيخافوا بسهولة، لكنه هو واقف لوحده في حقل الذرة بيبص في وش الكلب ده والكلب باصص له ومش عايز يلتفت. الموقف ده خلاه يحس بالارتباك. جون كان معاه بندقية خرطوش فراح ضارب بيها نار على الكلب ده. الكلب قام من مكانه وجري بسرعة واختفى ورا الاشجار، وكان باين انه ما اتصابش بالنار ابدا. وبمجرد ما الكلب اختفى عن نظر جون اتحرك شوية شوية ووصل للمكان اللي الكلب كان قاعد فيه. لما وصل للمكان ده توقع ان الزرع اللي كان قاعد عليه الكلب، الزرع ده هيبقى مضغوط او هيهبط شوية على الارض بسبب وزن الكلب الكبير اللي كان قاعد عليه، لكنه اتفاجئ ان مكان الكلب مفيش عليه اي علامة تدل ان كان في حيوان وزنه كبير كان قاعد هنا. الزرع واقف في مكانه زي ما هو، ولما بص حوالين المكان ما لقاش اي علامة لحوافر او اثار رجلين للكلب، سواء الاثار دي كانت لرجلين الكلب وهو جاي للمكان ده
او لما اتضرب عليه النار وهرب منه. جون بقى متجنن ومش لاقي اي تفسير للي شافه ده. فضل يفكر شويه مع نفسه، ولما دماغه تعبت من التفكير قال انا هشغل دماغي ليه بكلب كبير وقبيح اهو مشي وغار في داهيه. فمشي من مكانه ورجع لبيته ونسي الكلب ده، لو فعلا كان كلب مش حاجه تانية. في الليله دي الاسره كلها دخلت سرايرها علشان تنام، ولسه بيغمضوا عينيهم وفجاه سمعوا صوت خبط على الباب. بمجرد ما قاموا من مكانهم الصوت ده وقف، ولسه هيرجعوا يكملوا نوم رجع صوت الخبط من تاني، بس المرة دي الخبط ما كانش على باب البيت، كان على الناحية التانية من البيت، كأن في حد بيلف حوالين البيت ويخبط عليه كل شوية من مكان مختلف. جون كان متأكد ان الخبط ده مش سببه حيوان، ده خبط بتاع بني آدم وعايز يزعجهم ويضايقهم. فيخرجوا يشوفوا مين بيخبط على البيت من بره، ما يلاقوش اثر لأي مخلوق، فيقولك طب هنستنى شوية نبقى هادين لحد ما الخبط يرجع ونطلع بسرعة نقفش اللي بيعمل كده. لكن على مدار أسابيع فضل الخبط ده على منزل جون مستمر كل يوم، وفي كل مرة جون يبقى واقف ورا الباب أو مستخبي ورا شباك ومستني صوت الخبط يرجع، وأول ما الخبط يشتغل يفتح باب البيت بسرعة وما يلاقيش أي حد، ومفيش أي أثار حوالين البيت إن كان في حد غريب واقف بره. على الرغم إن الأصوات دي كانت عاملة قلق ودوشة لأصحاب البيت، بس كل ده ولا حاجة باللي هيحصل لهم بعد كده. كان في 4 من أبناء جون نايمين في غرفة نومهم، صحيوا على صوت كأن في صوت فار بيقرقط في رجل السرير اللي نايمين عليه. السرير اللي كانوا نايمين عليه بدورين، وكل ولدين منهم كانوا نايمين في دور، الأخين الكبار كانوا نايمين على السرير اللي تحت. قاموا بسرعة من على السرير علشان يمسكوا الفار ده، بمجرد ما رجليهم لمست الأرض الصوت ده اختفى. فضل الولدين دول يدوروا في الغرفة على الفار ده، بصوا على رجلين السرير من تحت مكان ما سمعوا صوت الفار وهو بيقرقط فيهم، لقوا رجلين السرير زي ما هي سليمة مفهاش ولا خربوش. أول ما رجعوا للسرير مرة تانية وغمضوا عينيهم رجع صوت الأرهضة ده من تاني، لكن المرة دي الصوت كان عالي جدا، ده مش صوت فار، ده كأن واحد ماسك منشار وبيقطع في رجل السرير من تحت. لكن مرة تانية لما قاموا يدوروا على مصدر الصوت ده ملاقوش أي حاجة، ولا فار ولا أثر لأي حيوان في الغرفة، وكانت رجلين السرير من تحت سليمة زي ما هي. فضل صوت الأرقاضة ده مستمر طول الليل، لدرجة انهم ما بقوش عارفين يناموا. وفي الليلة اللي بعدها حصل نفس الكلام اتكرر للمرة التانية، لكن في الليلة التالتة الأولاد سمعوا صوت جديد في غرفتهم، كأن صوت حد بيلهس تحت السرير، كأن في شخص بيطلع في الروح تحت سريره، أو صوت شخص نفسه مكتوم ومش قادر يتنفس، وصوت خبط من تحت السرير، كأن الشخص المكتوم نفسه أو اللي بيموت ده كان بيضرب بإيديه في ألواح السرير من تحت. العيال كانوا مرعوبين بس استجمعوا شجاعته وقرروا انهم يقوموا بسرعه من على السرير ويشوفوا ايه تحتيه، لكن زي كل مره مجرد ما رجليهم تلمس الارض كل الاصوات تختفي مره واحده. لكن المره دي الاولاد كانوا خايفين لدرجه انهم مش قادرين يكملوا نومهم في غرفتهم، فصحوا بقيه العيله وفضلوا يفتشوا في البيت كله في نص الليل على مصدر الاصوات دي، لكن مفيش اي علامه في البيت تدل ان في انسان او حيوان اتسلل لجوه وعمل الاصوات دي، مفيش اي اثار رجلين لاي انسان او حيوان ولا جوه البيت ولا بره البيت، ومفيش اي حاجه وقعت من مكانها جوه البيت ولا اي حاجه اتحركت من مكانها. كل حاجه في البيت كانت طبيعيه زي ما هي، وكل الاشياء كانت في مكانها. لحد النقطه دي جون واسرته ما اتكلموش مع اي حد ابدا في المدينه على الاحداث اللي حصلت في بيتهم. اولا جون كان قايل لاسرته ما يتكلموش مع حد عن الاحداث دي في اعتقاد منه ان اللي بيعمل كده هيجي يوم ويتمسك، وتاني حاجة علشان جون واسرته ما يبقاش شكلهم مسخرة قصاد الناس والناس تتريق عليهم ويفتكروهم مجانين او مش عاوزين، فما كانش عايز الناس تضحك عليهم او تخاف منهم. لكن الوضع خلاص باين انه خرج عن السيطرة وملوش حل، والاسرة والاولاد مش عارفين يشوفوا النوم وسط الاصوات الغريبة والمرعبة دي، فخلاص بقى الوضع كده محتاج مساعدة خارجية. فراح جون عند اقرب جار ليه وقال له على الاشياء الغريبة اللي بتحصل في بيته. جون المعروف عنه انه مش من الناس اللي بتخترع قصص وحكايات، الناس كلها عارفة انه شخص صريح وواضح وملوش في جو النكت والسخرية. فالجار اللي سمع كل اللي بيحصل ده في بيت جون قال له خلاص خلينا بات عندك الليلة واشوف ايه اللي بيحصل عندك. وفعلا في الليلة دي
جارهم بات عندهم في البيت وسمع بنفسه كل الأصوات الغريبة دي، صوت الخبط على الجدران وصوت الفيران اللي بتقرقط في الخشب والصوت الغريب بتاع الشخص اللي بيطلع في الروح. جارهم في الليلة دي ما قدرش يبات معاهم للصبح وخد بعضه وجري من الرعب ورجع لبيته، وانتشرت القصة دي في جميع أنحاء مقاطعة روبرتسون، وكان رد فعل السكان متعاطف مع جون وأسرته لأنهم كانوا محبوبين جدا من الناس، وجون وأسرته كان لهم دور كبير في بناء المستوطنة وكانوا أهل كرم وخيرهم على الناس كلها. فقرر سكان البلدة أنهم يساعدوهم، ففي سكان اتطوعوا أنهم يساعدوا جون وأسرته وهيباتوا عندهم في البيت ويحاولوا يعرفوا الأصوات دي جاية منين، لأنهم شايفين أن كده جون وأسرته لما هيكون معاهم ناس في البيت فهيناموا في أمان. وتاني حاجة، الشخص اللي بيعمل الأصوات دي لما يلاقي عدد كبير من الناس في البيت هيخاف يعملها. لكن برغم كل العدد ده من الناس اللي بيتين في منزل جون، فضلت الأصوات دي مستمرة زي ما هي كل يوم. حاول الناس يحطوا تفسيرات للي بيحصل ده، فقالوا ممكن تكون بنت جون الصغيرة هي اللي بتعمل مقالب في العيلة بالأصوات دي، وناس تانية كان رأيهم ان في شخص بيكره عيلة جون كره العمى والشخص ده مستهدفهم وبيعذبهم بالأصوات دي، وفي ناس افترضوا ان اللي بيعمل كده شخص استخدم تقنية او موهبة معينة اسمها التكلم من البطن. في ناس عندها الكفاءة انها تتكلم وتطلع اصوات من غير ما تفتح او تحرك بقها، فيبان لك ان الصوت ده جاي من بعيد مش طالع من الشخص اللي بيعمله، زي مثلا الناس اللي بيحركوا الدمى او العرايس. فالفكرة هنا ان الشخص اللي بيتكلم من بطنه ده موجود وسط العيلة وهو اللي بيخدعهم بالاصوات دي. فعلشان يتأكدوا من الكلام ده بقى في متطوعين بيتين في منزل جون، كل واحد منهم هيفضل سهران بالليل يراقب فرد من افراد الاسرة وهو نايم، يعني كل واحد نايم من اسرة جون هيبقى في شخص سهران بيراقبه علشان يعرفوا مين اللي بيطلع الاصوات دي. وفعلا عملوا كده وطلعت الاصوات الغريبه في البيت ومعرفوش مين اللي بيعملها، واتاكدوا ان مفيش اي فرد من اسره جون هو اللي بيعمل الاصوات دي. اسره جون خلاص استسلمت للامر الواقع وقررت انها تعيش مع الاصوات دي، مفيش حل خلاص للمشكله دي. ومرت 6 شهور على الوضع ده. بعد كده ابتدى الناس يلاحظوا حاجه غريبه على جون. جون من الناس اللي تتكلم معاهم تلاقيه مصحصح معاك ومنتبه لكل كلمة بتقولها، لكن دلوقتي الناس بتشوفه بقى يتكلم مع حد مش موجود في الحقيقة، وفجأة عينيه توسع وتبرق على الآخر والفك السفلي عنده ينزل يدلدل على تحت. في الأول الحالة دي كانت بتجيله بسيط، بس بعد كده بقت تتطور وتزيد أكتر لدرجة إن فكه بقى يترعش بالشكل ده. فكان جون يبقى قاعد يتكلم مع أي حد وفجأة تجيله الحالة دي، ولما يفوق منها يسكت ويوقف كلام مع الشخص اللي كان بيكلمه، يسكت وياخد بعضه ويروح بيته، ويفضل قاعد بالساعات والساعات على سريره، ويفضل قاعد على السرير لا بياكل ولا بيشرب، ويفضل باصص لنقطة معينة في الغرفة زي ما بيقولوا كده عندنا في مصر كأن الندهة ندهته. أسرة جون بقوا عايشين كأنهم رهاين في منزلهم، كأن حد خطفهم وبيعذبهم في البيت ده، ومش عارفين مين اللي بيعمل الأصوات دي وإيه سبب حدوثها. الناس في المدينة كانوا شاكين إن في امرأة من جيران جون هي اللي بتعمل فيه كده، واسم المرأة دي كيت باتس، وده لأنها امرأة غريبة الأطوار، وكان معروف إن المرأة دي غير محظوظة في حياتها، زوجها بقى معاق وأطفالها التلاتة ماتوا وهم صغيرين. وكانت المرأة دي عندها عادة غريبة في الكلام، كانت تتكلم بسرعة جدا بطريقة معقدة لدرجة ان ما كانش حد بيفهم كلامها، فكانوا بيعتبروا ان المرأة دي ملبوسة من الجن او مشعوذة. بس لما وصل لها الكلام ان الناس شاكين فيها انها هي السبب في الأصوات اللي بتحصل في منزل جون، حست بالإهانة الشديدة وقالت انا ماليش اي علاقة باللي بيحصل في منزل جون. على شهر سبتمبر سنة 1920 استمرت الاحداث المرعبة دي في منزل جون لمدة 3 سنين، والعيلة خلاص اتعلمت ازاي تتعايش مع الاصوات دي. لكن جون بيل كانت حالته مش كويسة، وكل ما الاصوات دي تفضل مستمرة حالة جون تفضل تتدهور للأسوأ، وبدأت نوبات الفزع اللي بتجيله دي تزيد أكتر وأكتر، والوقت اللي بيقضيه في غرفة نومه لوحده يفضل باصص في الحيطة، الوقت ده بقى عمال يزيد ويطول أكتر وأكتر، لدرجة إن جون بقى يقول لزوجته لوسي إنه حاسس إن في شخص بيعذبه لحد الموت. وفي يوم من الأيام ابنة جون الكبيرة اللي اسمها إستر طلعت من البيت وراحت العشة بتاعت الدجاج علشان تجمع البيض. فأول ما طلعت من البيت وراحت في طريقها للعشة سمعت ورا ظهرها خطوات حد بيمشي وراها،
فبصت وراها ولقت امرأة ملابسها كلها سودة، وكانت المرأة دي على نفس الطريق اللي كانت ماشية عليه إستر، بس كانت ماشية في الاتجاه العكسي ناحية منزل جول، يعني كانت ماشية في نفس الطريق اللي كانت جاية منه إستر. إستر لما شافتها بقت مستغربة، لأنها وهي طالعة من بيتها ما شافتش المرأة دي نهائي وهي ماشية على نفس الطريق، لكنها ما كانتش قلقانة منها، قالت ممكن تكون أي واحدة من المدينة وكانت ماشية من أي طريق جانبي وبالصدفة جت وراها، فما اهتمتش بيها وكملت طريقها للعشة ولمت البيض وحطته في السلة اللي معاها. وهي راجعة لبيتها شافت المرأة اللي لابسة أسود ومش معروف هي مين، لقت المرأة دي قربت أكتر من بيتها اللي هو منزل عائلة جون، فمعنى كده أن المرأة دي جاية لهم البيت. فحاولت إستر تمد في الخطوات علشان تشوف المرأة دي عايزة إيه، وكانت شايفة المرأة من ظهرها ووشها ما كانش باين، فهي مش عارفة مين الست دي. فلما قربت منها أكتر فضلت تنادي عليها وتقول لها هلو هلو، والمرأة زي ما هي ماشية ومديها ظهرها ومنزلة وشها على الأرض ولا كأنها سمعها، وكانت ماشية ببطء شديد باتجاه المنزل. فبدأت إستر تسرع أكتر وأكتر علشان تلحقها وهي بتنادي عليها بصوت أعلى. كانت خلاص إستر على بعد 5 متر منها وهي برضو مش سمعاها ومكملة طريقها. بصت إستر حواليها يمكن الست دي تايهة من حد، فما لقيتش أي بني آدم تاني حواليها، مفيش بس على الطريق ده غيرها هي لوحدها والست الغريبة دي. فإستر حست بشيء مريب ناحية المرأة دي فخافت ووقفت مكانها، وهنا برضو كمان المرأة اللي لابسة أسود وقفت مكانها، ووقفت زي ما هي في مكانها ومديها ظهرها لإستر، وبدأت المرأة الغريبة دي ترفع إيديها على رأسها وتشيل الطرحة السودة من على دماغها وترميها على الأرض لحد ما كشفت عن شعرها. وأول ما شالت الطرحة ورمتها على الأرض شعرها الطويل نزل على ظهرها. بعد كده ابتدت المرأة دي بصوابعها تمشط أو تسرح شعرها. إستر بقت متجننة منها ومش عارفة هي بتعمل إيه، ففضلت تقرب منها بالراحة وهي خايفة. في الأول المرأة دي كانت بتسرح شعرها بالراحة، لكن لما إستر فضلت تقرب منها بقت تسرح شعرها بسرعة أكبر وأكبر، وكانت بتحرك إيديها بسرعة كبيرة جدا ومش معقولة، استحالة يكون في بني آدم بيحرك إيديه بالسرعة دي. إستر لما قربت منها اكتشفت إنها مش بتسرح شعرها، دي عمالة تطلع كتل من الشعر من رأسها وترميه على الأرض، وكانت سمع صوت الشعر وهو بينسلخ من فرو رأسها. ومعداش وقت طويل لحد ما بقت المرأة دي حواليها على الأرض دايرة من الشعر المتقطع من دماغها. في اللحظة دي إستر حست بالرعب وجريت عدت من جنب المرأة من غير ما تبص على وشها، ودخلت بيتها بسرعة وقفلت الباب وراها، ونادت على أختها التانية وقالت لها تعالي بسرعة شوفي. وراحوا الاتنين وقفوا عند النافذة الأمامية للمنزل وهما بيتفرجوا على المرأة الغريبة دي اللي لسه واقفة في مكانها وعمالة تقطع في شعرها بسرعة، والأرض كلها حواليها مليانة بالشعر المتقطع. إستر وهي بتتفرج على المرأة دي مع أختها عينيها جت في عينين المرأة دي، فأول ما حصل تواصل بين عينيها وعينين المرأة، المرأة دي وهي بتقطع في شعرها اتجمدت في مكانها وإيديها سبتت في مكانها وهي لسه ماسكة بيها الشعر وبتبص في عين إستر. إستر واختها اترعبوا من البصة المرعبة دي للمرأة ورجعوا لورا شوية عن النافذة، وبدأت المرأة دي تنزل إيديها على تحت بالراحة، وفجأة التفتت بجسمها لاتجاه تاني وبدأت تمشي في الاتجاه الجانبي ده لحد ما اختفت عن أنظار إستر وأختها. الأختين اترعبوا وجريوا على نافذة جانبية تانية علشان يعرفوا المرأة دي راحت فين. منزل جون كان حواليه سياج أو سور خشب بس مش عالي قوي، فالأختين شافوا من النافذة التانية دي المرأة وهي بتطلع على السور وبتعديه وبتقرب من البيت عندهم. لكن المرة دي المرأة لما عدت السور ما كانتش لوحدها، كان معاها 3 أطفال كانوا ماشيين وراها، والأطفال دول ظهروا كده مرة واحدة من العدم. إستر وأختها ما شافوش الأطفال دول نهائي وما يعرفوش جم إزاي، وابتدت المرأة دي والأطفال اللي معاها يتسلقوا الأشجار اللي حوالين المنزل. وبعد ما المرأة والأطفال اللي معاها طلعوا الأشجار وجهوا نظرهم كلهم ناحية إستر وأختها وهما بيبصوا عليهم من النافذة، وبدأوا كلهم يتمرجحوا بأجسامهم على الأشجار، فبقت الأشجار عمالة تتميل بقوة يمين وشمال. في اللحظة دي زوج إستر دخل من الباب الأمامي للبيت، وإستر صرخت عليه علشان يجي بسرعة يتفرج على المنظر المرعب ده. فلما زوجها بص من النافذة ما شافش أي مخلوق على الأشجار، لا شاف المرأة
ولا شاف اي واحد من اطفالها، شاف بس الاشجار وهي بتتمايل يمين وشمال وكأن الرياح هي اللي بتحركه. فإستر واختها ادركوا ان هما بس اللي شايفين المرأة دي واطفالها على الاشجار، فخدت اختها وخرجت بسرعة من المنزل عند الاشجار اللي كان عليها المرأة والاطفال علشان تواجههم. لكن اول ما خرجوا المرأة والاطفال دول اختفوا ومفيش اي اثار رجلين لاي حد منهم حوالين الاشجار ولا اي دليل ان كان في حد هنا. بعد الحادثة دي بوقت قصير في شهر اكتوبر سنة 1820 كان جون بيل وواحد من ابنائه بيتمشوا في مزرعته، وهم ماشيين جون وقف فجأة في مكانه وحط ايديه على وشه كأنه بيحمي نفسه من شخص بيحاول يضربه، وفجأة وشه بقى هادي جدا وابتدى جسمه يتلوى وعظامه الطقطق وظهره تقوس لورا كأنه ظهره خلاص هيتقسم نصين ويتكسر. ابنه بقى يتفرج عليه ومش عارف يعمل له ايه ويتصرف ازاي، فحاول يقوم والده من على الارض، وهو بيحاول يرفعه فجأة اتسمعت صوت صرخة مرعبة في الهواء. ابن جون مش عارف الصرخة دي جت منين بس الصوت كان مرعب جدا ورهيب، وفجأة كل شيء انتهى. الصرخة وقفت وجون اللي كانت عظامه بتصحك بقى قاعد على الارض عمال يبكي، وقال لابنه وهو بيبكي خلاص ما عادش في وقت طويل ليا في الدنيا. الاتنين رجعوا المنزل وهم ساكتين ما بيتكلموش. وبعد كام اسبوع وفي يوم 19 ديسمبر سنة 1820 جون منزلش من غرفة نومه علشان يفطر، فالعيلة طلعت له علشان تطمن عليه، لقوه على السرير مغمض عينيه وبيتنفس بس مش عايز يصحى. فواحد من ابنائه جري على خزانة الادوية ولما فتحها لقى الادوية كلها فيها اختفت، وملقاش في الخزانة دي الا ازازة واحدة فيها سائل اسود ومش معروف السائل ده ايه ولا عليها اي ورقة مكتوب عليها اي بيانات. العيلة اول مرة تشوف الازازة دي في البيت ومش عارفين دخلت البيت ازاي ومين اللي حطاها هنا مكان الادوية ومين اللي خد الادوية من الخزانة وخفاها مش عارفين. فاستدعوا الطبيب علشان يشوف حالة جون ويعرفوا منه الازازة الغريبة دي فيها ايه. فالطبيب جه ومعرفش يشخص الحالة اللي فيها جون وخد الازازة دي علشان يعرف ايه السائل الغريب اللي فيها، فقال لهم علشان نعرف ايه السائل ده لازم نجربه على اي حيوان ونشوف تأثيره ايه. فخرجت العيلة وجابوا قطة متشردة وحطوا لها السائل ده في حاجة وشربته، وفي خلال دقايق القطة دي ماتت. كل افراد العيلة فضلوا يقسموا ان مفيش اي حد منهم حط الازازة دي هنا ولا يعرفوا جت منين او مين اللي جابها وازاي اتحطت هنا في خزانة الادوية. اما جون في اليوم ده مصحيش ابدا، وتاني يوم لقوه مات. وبعد وفاة جون الاحداث والاصوات الغريبة اللي كانت بتحصل في المنزل وقفت بشكل كبير، فكان في ناس في المدينة بيقولوا انهم بيشوفوا اضواء بتطفو حوالين منزل جون واحيانا بيسمعوا اصوات غناء حوالين المنزل. زوجة جون هتفضل في المنزل ده لحد سنة 1838 وهتتوفى فيه. حاليا في وقتنا ده مفيش اي حاجة اتبقت من منزل جون، لكن المزرعة اللي حوالين مكان المنزل فيها كهف تحت الارض، وفي ناس معتقدين من سكان المنطقة ان الكهف ده هو اللي بيجي منه مصدر الاصوات اللي كانت بتعذب جون واسرته. لكن الحقيقة فين للاحداث الغريبة اللي حصلت في منزل جون؟ الله اعلم. لكن واضح اللي كان بيعمل كده ايا كان هو بشر او غير بشر كان عايز ينتقم من جون بشكل خاص، ولو عندكم اي تفسير اكتبوه في الكومنتات تحت الفيديو. وبس، ولحد كده هو ده كل اللي هتعملوه لو عجبكم الفيديو ده. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير من كل اكاونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي. ومن هنا لحد ما اجهز لكم قصص جديدة اشوفكم على الف خير واقول لكم مع السلامة.